وأثار فريق الشرطة من هزيمته أمام النفط في المرحلة الأولى من الدوري السلوي الممتاز بعدما تغلب عليه بنتيجة 88 مقابل 76 في المواجهة التي جمعت الفريقين على قاعة الشعب في الجولة الثانية من المرحلة الثانية. الشرطة لقاء الإثارة والتشويق والاستمتاع في ليلة بغدادية سلوية بين المستحوذ على كرة السلة العراقية فريق النفط والوصيف فريق الشرطة في دور السلة الممتاز. البداية كانت لصالح النفط الذي استحوذ في الربع الأول والثاني من المباراة وسط تألق لاعبيه المحترفين دي ماريو وريكي مايكون، حتى ظن الجميع أن النفط ماض بتحقيق الانتصار الثالث على الشرطة، لكن الأخير قلب الطاولة وخالف من توقعها نفطية في نهاية المطاف، فالشرطة عاد من بعيد ليقرب مسافات الانتصار فرفع منسوب النقاط في الربع الثالث بعد أن حول تأخره بثمان نقاط إلى التقدم بنقطتين. يدخل أبناء المدرب محمد فاضل بكل شراسة في الربع الأخير من المباراة وينهو آمال النفطيين بعد الانتصار عليهم في نهاية الأمر بثمان وثمانين نقطة لست وسبعين. أحمد ياسين، العراقية الرياضية.